رئيس حزب الحرية يهاجم عائلة سورية تتلقى مساعدات في فيينا. تراجع معدل التضخم لما دون 3% في 3 سنوات. النمسا تطبق قانونا أوروبيا لتنظيم سوق العملات المشفرة. الخطوط الجوية النمساوية تسجل خسائر كبيرة في النصف الأول من العام. والسجن المخفف لشخص احتال على برنامج مكافأة الإصلاح ب 160,000 يورو. وأخيرا ضبط طيار هرب 3 لاجئين عراقيين إلى ألمانيا. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. إلى تفاصيل النشرة، استنكر رئيس حزب الحرية هربرت كيكل تلقي عائلة سورية في فيينا تتكون من 7 أطفال دعما شهريا قدره 4,600 يورو من الضمان الاجتماعي. وانتقد كيكل الوضع واصفا إياه بالظلم في ظل ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه النمساويون، وأضاف أن هذا الدعم يعكس الفجوة بين المساعدات المقدمة للاجئين وتكاليف المعيشة للمواطنين حسب وصفه، ويتضمن المبلغ 809 يورو لكل بالغ و51 يورو لكل طفل، بالإضافة إلى مساعدة في الإيجار قدرها 995 يورو. وهذا حسب الأنظمة والقوانين في فيينا والتي تسري على الجميع وليس اللاجئين فقط. انخفض معدل التضخم في النمسا إلى 2.9% في يوليو، وهو أدنى مستوى له منذ 3 سنوات وفقا للتقديرات الأولية من مكتب الإحصاء النمساوي. ويأتي هذا الانخفاض بعد تسجيل معدل 3% في يونيو، وكان من المتوقع أن تكون أسعار المستهلكين في يوليو مستقرة مقارنة بالشهر السابق. وأوضح توبياس توماس رئيس مكتب الإحصاء النمساوي أن الضغوط على أسعار المواد الغذائية قد تراجعت بشكل ملحوظ رغم استمرار ارتفاع الأسعار في قطاع الضيافة، فيما اعتبر وزير المالية ماغنوس برونر هذا الانخفاض دليلا على الاتجاه التنازلي للتضخم، مشيرا إلى تقليص الفارق مع ألمانيا إلى 0.3 نقطة مئوية. بدأت النمسا بتطبيق قانون من الاتحاد الأوروبي ينظم سوق العملات المشفرة، مما يعزز الرقابة ويشدد القوانين على الشركات التي تصدر وتبيع العملات الرقمية. وبموجب هذا القانون ستتولى هيئة الرقابة المالية النمساوية الإشراف ومنح التراخيص لشركات العملات المشفرة في النمسا. ووصف وزير المالية ماغنوس برونر الخطوة بأنها ستغلق أيام الفوضى في السوق، مشددا على تحسين حماية المستثمرين وتوفير الوضوح القانوني. ويشمل قانون الأسواق في الأصول المشفرة الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2023 لوائح حول الترخيص والتداول ومنع إساءة الاستخدام. سجلت شركة الخطوط الجوية النمساوية أوا خسائر تشغيلية كبيرة في النصف الأول من عام 2024، حيث تراجعت النتائج من أرباح قدرها 15 مليون يورو إلى خسائر بلغت 65 مليون يورو مقارنة بالعام السابق. وعلى الرغم من زيادة الإيرادات بنسبة 1% وارتفاع عدد الركاب بنسبة 6%، فقد عانت الشركة من ظروف صعبة وصراع عمالي مكثف. وأشارت الرئيسة التنفيذية أنيت مان إلى أن مشكلات مثل الوضع السياسي في الشرق الأوسط وارتفاع التكاليف المواقع أثرت على الأداء. وفي الوقت نفسه أكدت الشركة تفاؤلها بتحسين النتائج في النصف الثاني من العام، إضافة لدعم الحكومة لتحسين القدرة التنافسية. حكمت المحكمة على صاحب شركة صيانة بالسجن 22 شهرا منها 6 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال من خلال مكافأة الإصلاح.
وكان المتهم قد قدم 1041 فاتورة مزورة للحصول على أموال من صندوق الإصلاح الممول من الاتحاد الأوروبي متجاوزا مبلغ 160 ألف يورو بشكل غير قانوني، حيث يهدف النظام لتشجيع إصلاح الأجهزة بدلا من التخلص منها من خلال استرداد 50% من تكاليف الصيانة. وتعد هذه القضية الأولى التي تحقق فيها النيابة الأوروبية في فيينا منذ تأسيسها عام 2017. تمكنت السلطات من ضبط طيار قام بتهريب 3 لاجئين عراقيين إلى ألمانيا باستخدام طائرة خفيفة من طراز سيسنا بعد تنسيق أمني بين النمسا وألمانيا والمجر. ووفقا للمصادر الأمنية النمساوية، هبط الطيار بشكل مفاجئ في بافاريا السفلى بصحبة المهاجرين، حيث أبلغت سلطات المطار الشرطة بالرحلة، بينما تم القبض على الركاب 3 فيما فر أحد الأشخاص 4، وانطلقت الرحلة من بلغاريا مرورا بالمجر والنمسا إلى ألمانيا، والتحقيقات مستمرة مع الطيار بتهمة التهريب وتعريض الأرواح للخطر. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.